كيف نجمع بين عدم نفع الكفار أعمالهم الصالحة في الآخرة؟ كيف نجمع بين عدم نفع الكفار أعمالهم الصالحة في الآخرة ودخول البغي الجنة بسبب الكلب؟ هذه تابت يا أخي، هذه تابت، تاب الله عليها. وأيضا البغي ما هي بكافرة، البغي أصلا ما هي بكافرة، زانية، والزاني لا يكفر، فهذه مؤمنة زانية فاعلة لكبيرة، فلما أحسنت غفر الله لها. نعم.